مرحبا سديم، معكم محمد سعداوي من منطقة جبال عمور بسلسلة الأطلس الصحراوي بالجزائر. هذه السلسلة التي عرفت وجود الإنسان قبل التاريخ بأكثر من 10,000 سنة قبل الميلاد، كما توضح الرسوم التي خلفها أجدادي والتي تعبر عن حب الإنسان وتطلعه للتغيير بأفكاره كهذه الصورة بالغيشة للفيلة الأم وهي تحمي صغيرها من هجوم نمر. واتخذ هذا الرسم شعارا للسنة الدولية للأمومة والطفولة من طرف اليونيسف، وهو الآن مزار السواح من أنحاء العالم. إذن حلمي هو إنتاج أفلام وثائقية تكمل ما بدأه أجدادي انطلاقا من الزمن الغابر إلى المستقبل.